بسم الله، وصل اللهم عليك يا سيدي رسول الله، وعلى آل بيتك الطاهرين وصحابتك الغر الميامين. الإخوة المشاهدين الأعزاء، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. نسأل الله تعالى بداية أن يدخل علينا هذه الأيام المباركة بالمغفرة وبالرحمة وبالهداية، وأن يرفع عنا هذا الوباء، وأن يرزقنا اليقين في أنه تعالى قادر على كل شيء. الحمد لله، نحن في عقيدة الإسلام نؤمن بالقضاء خيره وشره، نؤمن بأن الأمر كله بيد الله عز وجل، فالله تعالى هو مالك الملك، وهو الودود، وهو القادر، وهو الغفور، وهو الرحيم سبحانه عز وجل. نؤمن خلافا لمن يقول ويروج بعض الأفكار التي تتناقض مع جوهر هذا الدين، أننا نعيش هذا الغضب الإلهي. أبدا لا يحق لأي كان من باب الأدب أن يتحدث عن الغضب الإلهي. نحن نؤمن برحمة الله عز وجل، نؤمن بأن هذا القضاء في هذه الظرفية الوبائية يحمل رسائل محبة من الله عز وجل، رسائل لنعود إلى الله، لنجدد علاقتنا بمحبة الله، لنرجع إلى الله، لنتوب لله سبحانه عز وجل، لنحرك في قلوبنا المحبة لله عز وجل. كما هو في علمكم، يعني سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام يخبرنا أن الله تعالى يتنزل في كل ليلة سبحانه عز وجل نزولا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، ويقول: هل من تائب؟ هل من مستغفر؟ بمعنى سورة الله عز وجل في القرآن هي سورة الرحمن الرحيم، وهو القائل: ورحمتي وسعت كل شيء. هذه هي عقيدة الإسلام، عقيدة استشعار المحبة واستشعار الرحمة. ولذلك كلنا نقرأ في القرآن الكريم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. سورة الله عز وجل في القرآن هي سورة الخالق الرحمن الرحيم، سورة الودود الذي يتودد لعباده. ولذلك يجب أن نعيش هذه الظرفية من خلال تقوية الإيمان بالله، ومن خلال حسن الظن في الله سبحانه عز وجل. ومن بين أهم الوسائل ديال تقوية الطاقة الإيمانية هو ذكر الله عز وجل. وأنتم تعلمون قول الله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نحن نحتاج في ظل هذه الظرفية إلى أن نقوي الاطمئنان، إلى أن نرفع من هذه المقامات القربية من الله سبحانه وعز وجل، على أساس أن الطاقة الإيمانية وظيفتها الحقيقية وقوتها النورانية هي الآن في مثل هذه الظروف. لأن الإنسان إذا لم يقوي إيمانه، لا قدر الله، من الممكن للشيطان أن يخترقه بالوساوس، وأن يعني من الممكن لا قدر الله يعني أن يصاب ببعض الأمراض النفسية كالاضطرابات العصبية، وهذه الحالة دي الخوف من الموت والهلع إلى غير ذلك من الأمراض التي يعني تخترق الإنسان في لحظات ضعفه الإيماني. الحمد لله، في الإسلام الله عز وجل رزقنا الاعتقاد، وأكرمنا بنعمة الإيمان. والحمد لله، الشعب المغربي شعب طيب، شعب محب لله. الشعب المغربي شعب طيب، من الشعوب القليلة في العالم اللي كيقرا الحمد لله الحزب ديال القران. والحمد لله بلدنا هي بلد الاولياء، وبلد الكرامات الربانيه، وبلد ديال الصالحين. التاريخ المغربي هو تاريخ ديال الحمد لله ديال الذكر لله، وتاريخ ديال المحبه، وتاريخ ديال العطاء، هو تاريخ الحمد لله ديال 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 الاعتقاد الكبير والقوي في الله عز وجل. وانتم تعلمون ان بلدنا الله عز وجل حافظها بفضله اولا، ثم حافظها بالمحبة ديال المغاربة لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، من خلال التشبت ديالهم بأمير المؤمنين سيدنا حفظه الله مولانا أمير المؤمنين جلالة الملك سيدي محمد السادس. وانتم كتشوفوا الآن أيها الأحباب الكرام أن سيدنا يعني منذ بداية يعني هذه الجائحة أخذ القرارات المصيرية اللي تؤكد على أن الشعب غلاوة الشعب أكبر من كل التداعيات السلبية الاقتصادية، بحيث أن سيدنا أعطى الأوامر لكل المسؤولين على أساس يعني السهر على خدمة المغاربة بالليل وبالنهار. ولذلك الحمد لله الكل المجند من أجل خدمتنا، من أجل السهر
على العناية بالسلامة الصحية ديال المواطنين. وبالتالي اليوم نحتاج إلى أن ننخرط جميعا لإنجاح إن شاء الله هذه المعركة ضد هذا الفيروس، لنخرج إن شاء الله سالمين غانمين. نطلب من الله تعالى أن يقوينا وأن يجزي خير الجزاء السادة العلماء، وأن يجزي خير الجزاء كل من يقوم اليوم بخدمة هذا الوطن من كافة المواقع ومن كافة المسؤوليات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.